مرحبا من جديد. 69 يوما على المعارك في غزة ومقابل آلاف القتلى الفلسطينيين، هنالك زيادة غير مسبوقة في أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي. فمنذ انتهاء الهدنة سجلت إسرائيل مقتل ما لا يقل عن 30 جنديا، لترتفع حصيلة القتلى منذ الهجوم البري إلى 116 جنديا. هذه الخسائر غير المسبوقة بدأت في إثارة الرأي العام الإسرائيلي ضد الحكومة التي تستمر في التأكيد على سيطرتها الكاملة على شمال القطاع في وقت تتركز فيه معظم عمليات القسام بالشمال. هذا الأمر فتح الباب واسعا أمام التشكيك في الروايات الرسمية لما يجري في غزة، وسلط الضوء على استمرار الفشل العسكري الإسرائيلي أمام تحسن الوضعية القتالية للفصائل. فأرقام القتلى التي سجلت قبل الهدنة أقل بكثير مما يراه العالم اليوم ويعترف به الجيش الإسرائيلي، وهو ما يدل بحسب محللين على استغلال حماس للهدنة بغرض التخطيط وحشد القوات. كل ذلك يتزامن مع زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إلى تل أبيب، التي تخشى إسرائيل أن تكون وراءها رسالة أمريكية بضرورة وقف الحرب على غزة. من أبوظبي ينضم إلينا اللواء صالح المعايطة، الخبير العسكري والاستراتيجي. من ولاية كنتاكي ينضم إلينا الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية وعضو الحزب الجمهوري. مرحبا بكما. سأبدأ مع اللواء صالح من أبوظبي، ماذا تعني كل هذه الخسائر للجيش الإسرائيلي؟ تعني هذه الخسائر أن إسرائيل لا زالت غير قادرة لا على إدارة القتال على المستوى التكتيكي ولا العمليات ولا الاستراتيجي. بدأت الحملة البرية في شمال قطاع غزة وركزت الجهد العسكري بفرق مشاة وفرق مدرعة على افتراض أنها ستنهي قدرات حماس في الشمال وتحقق الهدف الثاني وهو تحرير الرهائن. ولكن ما حصل أن لم تحقق لا تحرير الرهائن ولا القضاء على قدرات حماس. ومن خلال المتابعة نجد أن الأهداف السياسية التي وضعت في الحرب كانت ترتكز على أهداف غير مترابطة. فالقضاء على قدرات حماس يمكن تحقيقه من خلال الجهد العسكري والقتال والطيران وسلاح جو، ورغم ذلك لم يتحقق. لكن تحرير الرهائن بتاريخ العسكري وحروب إسرائيل منذ عام 1976 لم تحرر رهينة بعمل عسكري. تحرير الرهائن هي عملية أمنية، عملية استخبارية تحتاج إلى جهد أمني خاص، قوات كوماندوز، التسلل، إنزال، لكن ليس بفرق مدرعة ولا بطيران ولا بقصف ولا بسياسة الأرض المحروقة. هذا ما حصل. مؤشر الخسائر يعني أن إسرائيل فشلت في السيطرة. عندما يكون القتال على الأرض لا يمكن أن نمسك الأرض إلا بالجنود. في الشمال لم تجعل القوات البرية أن تترجل من الدبابات والمدرعات، ولهذا السبب كانت الخسائر في الشمال أقل إلى حد ما. وحاولت في المرحلة الثانية من العملية البرية التوجه إلى الجنوب للبحث عن نصر ولو معنوي تقدم شيء للجبهة الداخلية وللقيادة السياسية. وعندما تقدمت باتجاه الجنوب خان يونس، القطاع الشرقي والقطاع الغربي من خان يونس زجت بطريقة يعني شرسة كم هائل من المشاة والدروع تقدموا، وهذه القوات تقدمت كانت صيد سمين للمقاومة، حيث تم الاستفادة من القوات التي ترجلت ومشت على الأرض فحققت هذه الخسائر. ولا يعقل حتى الآن تم قتل ضباط برتب عليا 10 وبرتبة مقدم 12 ضابط، بالإضافة للرتب الأخرى من ملازم لغاية رائد. هذا الحكي لم يحصل يوم الأيام، لم يحصل منذ الخامس أو اليوم 31 في أكتوبر الماضي. دكتور إحسان، هنالك خطاب إعلامي موحد لدى الجانب الإسرائيلي يظهرون بشكل يعني قوي، ولكن الحديث الآن أنه ثمة تصدعات كبيرة داخل الكابينت، خصوصا أمس عندما فشلوا
في إقرار هدنة جديدة والموافقة عليها وأيضا محاولة إيجاد تسوية من أجل الأسرى. هل تعتقد بأن هذه الضغوطات على الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تؤدي إلى تنازلات إن لم تؤدي إلى وقف الحرب؟ تحياتي أولا. يعني شوفي، بالنسبة لأمريكا وإسرائيل، يعني هؤلاء شركاء، أمريكا شريكة كاملة في هذه الحرب. هذه الحرب حرب أمريكا تبنتها لهذه الحرب، والضغط على أمريكا على إسرائيل من أمريكا هو ليس ضغط بالمعنى ضغط دولة كبيرة تضغط على دولة صغيرة. يعني إذا نظرنا الدعم الذي تقدمه أمريكا لإسرائيل، يتوقع الإنسان أن تكون أمريكا في موقع القوي الذي يفرض ما يريد، ولكن لا تتعامل أمريكا مع إسرائيل من هذا المنطلق، تتعامل كأنه شريك، وهم ينصحوا الإسرائيلي. لذلك سألتك دكتور إحسان، لذلك سألتك إن لم تؤدي إلى وقف الحرب، لأنه يبدو في اتفاق على استمرارها، لكن يبدو في خلاف على كيفية إدارتها مع الولايات المتحدة. إذن لابد من تنازلات مع كل ما ذكر لواء صالح من خسائر عسكرية. هل تعتقد ذلك؟ تنازلات، هناك فريق في الحكومة الإسرائيلية متطرف أكثر بكثير من نتنياهو، هناك يمين اليمين في هذه الحكومة. يعني أحدهم قال ضرب غزة بقنابل نووية، لا عدم إدخال أي طعام أو ماء يعني أو كهرباء، يعني حرب شعواء، يعني حرب إبادة شاملة بدون أي يعني سؤال. ولكن الأمريكان بيتدخلوا مع الإسرائيلي، إنه يعني شوي، يعني لا تقدر أن تفعل ذلك بهذا الشكل. ولكن الأمريكان، البنتاغون نصح الإسرائيلي لما حصلت هجوم أكتوبر، نصحت أمريكا إنه ما لا تدخلوا غزة. نحن نتفهم إنه غضبكم، ولكن لا تدخلوا غزة، الأفضل لكم إذا عندكم مشكلة مع حماس، يعني يكون تعامل ذكي بشكل ضرب بشكل مركز على حماس واغتيالات، وبدون ما تدخلوا بغزة. لو دخلتوا بغزة سيكون فيها خسائر هائلة، وسيكون خسائر لغزة وخسائر لكم. هذه حرب مدينة، قطاع مكتظ بالسكان ومنطقة صغيرة، يعني الحرب المدن هي مكلفة جدا للمدنيين وللمهاجمين، ولكن لم تسمع إسرائيل. لم تسمع إسرائيل هذا، وهو بايدن هو يقول أنا صهيوني، وأرسل بلينكين يقول أنا يهودي جئتك يهودي، وتبنوا هذه الحرب. هل هذه الحرب إسرائيل قالت أنا أريد طيب ثمت مشكلة في الصوت، سنعود إليك دكتور إحسان، لكن أعذرني سيد إحسان. أستاذ صالح، الجيش الإسرائيلي تحدث عن الكولونيل وهي خسارة كبيرة من حيث أن إسرائيل حساسة لخسائرها. البعض يقول أن إسرائيل لم تتعلم من تجربة 2014 في حربها على الشجاعية تحديدا، لأن حي الشجاعية اليوم يشهد أكبر كم قتلى من الجنود الإسرائيليين. لماذا برأيك إسرائيل تمارس هذا الخطأ الإضافي، زائد أن هنالك أسرى لم تحررهم؟ إسرائيل تمارس المكابرة، والمكابرة قد تؤدي إلى الفشل، والفشل قد يقودها إلى العجز أمام العالم عن إنجاز هذه المهمة. الحرب كما أشرت أنت بنيت على قواعد الغضب، والحرب عندما تبني على قواعد الغضب والانتقام أعتقد لا تسمى حربا بهذا المسمى. ما يحصل الآن في القطاع لا أستطيع أن أضعه في سياق الحرب التقليدية، قوة مقابل قوة في المجال المادي، جيش مقابل جيش في المجال المادي كما هي في الحروب التقليدية، ولا أستطيع أن أضعه في سياق حرب العصابات بين قوات نظامية وعصابات تمرد، لكن أضعه ما أسميه بالحرب الشبحية. وهذا باعتراف إسرائيل أن غزة هي مدينة الأشباح، مدينة الأنفاق. الحرب الشبحية أنه معظم مقاتلي القسام وعناصر المقاومة الأخرى يخرجون من خلف خطوط العدو، يخرجون من الأنفاق، يخرجون من تحت الردم بمجموعات صغيرة جدا، من فرد إلى فردين بأسلحة بسيطة جدا، لكن بالحرب أو بالقتال بالمناطق المبنية دائما الأرض والسكان لصالح المدافع، والمهاجم يعني لا يوجد لصالحه أي شيء، لأنه لا يعرف الأرض ولا يستطيع التحرك إلا تحت غطاء جوي أو بين الدبابات أو خلف الدبابات. إسرائيل فشلت
في حرب المدن، والكل يقول لهم مقبرة الجيوش هي المدن وقتال المدن. ولم يحصل في يوم من الأيام أن إسرائيل خسرت هذه الخسائر في الساعات أو بالأيام. دكتور إحسان، هل من فرصة الآن إذا ما تحدثنا في طوايا السياسة للجانب الفلسطيني لأن يستغل هذه الخلافات الأمريكية الإسرائيلية؟ خلافات الأمريكية في تفاوت بالآراء، ما بعتقد أنه في مواجهة يعني كلاش بيناتهم. يعني بعده بايدن عنده موقف محابي لإسرائيل ويعتبر أنه هذه حرب أمريكا ليست حرب فقط حماس، هم يعتبروا هذه حرب أمريكا، هي تبنتها تماما السلاح الأمريكي. يعني رغم الانتقادات ما زالت السلاح أعتقد يذهب إلى إسرائيل، ويعني أعلنوا عن 14 ألف قذيفة دبابة مركافة، يعني هذا الدعم غير محدود. ومن البدء قالت أمريكا أنه ليس هناك جدول زمني لإسرائيل وليس هناك خطوط حمر، ونحن لا نقول لهم كيف يحاربوا. ومن الأول تعرف أمريكا أنه إسرائيل تريد تدمير غزة، هي تعرف ذلك، لأنه هم قالوا نريد تحويل غزة إلى مدينة خيام، نحن لا نذهب إلى الدقة، نحن نذهب للتدمير. فأمريكا تعرف، ولكن بالنسبة لأمريكا الأمريكان يتعاملوا مع هذا الواقع بموقع عملي الأمريكان براكتيكال. طب يا عمي أنتوا يقول الإسرائيلي نحن شركاء، ما هي أهدافكم في هذا الحرب؟ ماذا تريدون؟ طيب بدكم تعاقبوا الشعب الفلسطيني، بدكم تنتقموا، انتقمتوا، تحرير الرهائن وما قدرتوا، وقضاء على حماس ودمرتوا وما زالت حماس تحت الأنفاق. طب الرهائن تحت في الأنفاق، إذا ضربتوا الأنفاق يقتلوا الرهائن، وإذا كمان حطيتوا مياه البحر في الأنفاق غرقتوا الرهائن ودمرتوا غزة ولم تاخذوا على حماس، لأن الأنفاق ليست متصلة بين بعضها، هناك مئات الكيلومترات من الأنفاق. فالأمريكان يتعامل مع الموضوع بموقع عملي، أنه براكتيكال أنتوا حققتوا ما تريدوا، هل عم تفلحوا بغزة، أنتوا عم تنجحوا، يعني عم يفلحوا بالأرض يعني بالقصف، ولكن ما بينجحوا بتحديد أهدافهم هم يعني. ولكن هناك هدف إسرائيل غير معلن، هو الانتقام من غزة. كل هذا القتل، كل هذا التدمير، يعني هناك الشعب الإسرائيلي يريد ذلك، هو يريد الانتقام من غزة وهو سعيد بهذا الانتقام. ولكن بالنسبة لأمريكا ماذا بعد هذا الضرب؟ هل حققتم ما تريدونه؟ ما زالت حماس موجودة تحارب، ما زالت يقع لكم جنود، ولا يبدو هناك يعني بالمستقبل القريب أي شيء مختلف. يعني فالأمريكان لا مهتم لا بالقانون الدولي ولا بحقوق الإنسان ولا بالمظاهرات، آخر هم المظاهرات. بايدن وإدارته والسياسيين بأمريكا غير صحيح إطلاقا أنه مهتمين، يعني مش قادرين يناموا الليل أنه في مظاهرات. الكونغرس يعني تقريبا 100% إلى جانب إسرائيل، الشعب الأمريكي بأغلبيته إلى جانب إسرائيل. طيب. والبيت الأبيض بجانب إسرائيل. طيب لواء صالح، هل تستطيع إسرائيل اجتثاث حماس نظرا لسير المعارك الآن وهذه الخسائر التي نتحدث عنها في محورنا؟ هل تستطيع اجتثاث حماس بأشهر أو تحتاج لسنوات؟ أولا عندما نتحدث عن حماس لا نتحدث عن تنظيم عسكري ولا قدرات ولا صواريخ ولا قذائف ولا معسكرات تدريب. نتحدث عن حماس كفكرة، كحواضن اجتماعية، كانتشار جغرافي ليست في القطاع وإنما بالضفة وحتى بالعالم، وهذا هو الخطر. يمكن القضاء على الجزء المادي، تقليل القدرات، تدمير المواقع، تدمير الأنفاق، لكن القضاء على الفكرة أعتقد حتى الأمريكان والإسرائيليين يدركوا ذلك تماما، الفكرة صعب. ومن هنا تراجعت إسرائيل عن هدف التقليل من قدرات حماس. حماس موجودة فكرة في العقول وفي الحواضن الاجتماعية. الشعب الفلسطيني في الشتات وفي الداخل وفي الإقليم يؤمن بهذه الفكرة، ولو بقيت جزء بسيط منها سيتم نشرها وتعميمها. الصعوبة في التعامل مع الشعوب ليس في القدرات المادية وإنما بالأيديولوجيا، بالمعتقد. عندما نتحدث عن مقارنة القوى العسكرية نقارن موضوع المبدأ والإيمان بالهدف. الجند الإسرائيلي يقاتل ليحيا، يبحث عن الحياة قبل أن يبحث عن الموت. نعم. بينما الكتائب القسام تبحث عن الشهادة وتحقيق الهدف. شكرا المبدأ صاحب قضية صالح. صاحب أرض.
عذرا لضيق الوقت، لكن شكرا لواء صالح المعايط الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من أبو ظبي من ولاية كنتاكي. كان معنا الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية وعضو الحزب الجمهوري.